صدر عجل الله فرجه حلقات دورة فقه صلاة الجماعة مع المحاضر سماحة الشيخ علي رحمه. نستذكر بعضا من مميزات صلاة الجماعة، ففيها الثواب المضاعف وهي مظهر وحدة المؤمنين، وفيها تزيد أواصر الترابط الاجتماعي وعمارة المساجد والاقتداء بسنة النبي محمد صلى الله عليه وآله، وفيها تأليف القلوب وهي داعية للتوبة وصلاح العبد لما فيها من شحن روحي وبركات لا حصر لها. سيكون البرنامج كالمعتاد، ستكون المحاضرة مع الشيخ بلا مداخلات أثنائها لتعم الفائدة ويزيد الفهم أكثر، وبعد ذلك سنفتح الباب للمداخلات. رحبوا جميعا سماحة الشيخ علي رحمه مصحوبا بالصلاة على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا بالقاسم محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. تحدثنا فيما مضى عن مجموعة من محاور صلاة الجماعة، وهي ثلاثة محاور وبقية ثلاثة محاور. المحاور التي تحدثنا عنها هي عبارة عن المحور الأول، حكم صلاة الجماعة. فصلنا الكلام في حكم صلاة الجماعة. المحور الثاني تحدثنا عن أحكام المسبوق، الشخص الذي يأتي متأخراً عن بداية صلاة الجماعة، ما هي الأحكام المرتبطة به. المحور الثالث تحدثنا عن شرائط صلاة الجماعة، قلنا صلاة الجماعة أربعة شروط، هذا بعد تم الحديث عنها ما نرد نعيد. بقي عندنا ثلاثة محاور أخرى نختصرها في هذه الجلسة. المحور الأول أحكام الجماعة، والمحور الثاني شرائط إمام الجماعة. مو أي واحد يتقدم، يعني يكون في شروط. والمحور الثالث مستحبات ومكروهات صلاة الجماعة. خلونا نتحدث عن أحكام صلاة الجماعة. صلاة الجماعة لها مجموعة من الأحكام، طبعا باعتبار أنه تقدم بعض هذه الأحكام في الجلسات الماضية، لأن بعض الأشخاص يسبقون البحث بأسئلة تضطرنا أن نجيب عليها، وحسب ترتيب البحث سيأتي الكلام عليها. باعتبار أنه تم الكلام عليها ما نرد نعيد بعد، حتى نستطيع نطوي المحاور الثلاثة في هذه الليلة. من أحكام صلاة الجماعة، بس حتى نبدأ بصلاة أحكام صلاة الجماعة، إمام الجماعة يتحمل عن المأموم خصوص القراءة في الركعتين الأولى والثانية. إذا أتم المأموم به فيهما، شلون يعني إذا أتم المأموم به فيهما؟ لأن بعض الأوقات يكون المأموم من البداية ويا الإمام في الصلاة، يعني ويا في الركعة الأولى ويا في الركعة الثانية.
هني تسقط القراءة عن المأموم، القراءة تسقط عن المأموم والإمام يتحملها عنه، قراءة السورة وقراءة السورة اللي بعدها، قراءة الحمد والسورة اللي بعدها. بقية أذكار وأفعال الصلاة يتحملها المأموم عن نفسه. ذكر الركوع، ذكر السجود، التشهد، فضلا عن الأفعال. الإمام ما يتحمل عن المأموم شيء من الأفعال، يتحمل عنه خصوص القراءة، قراءة الحمد والسورة اللي بعدها في الركعة الأولى والثانية إذا التحق به من بداية الصلاة، وإذا ما التحق ببداية الصلاة كما إذا فاتته الركعة الأولى والثانية والتحق به في الركعة الثالثة ما يتحمل عنه. إذا دخل وياه في الصلاة قبل الركوع من الركعة الثالثة يتحمل القراءة عن نفسه. ولهذا إذا ما في ساعة من الوقت ما يدخل، الأحوط أنه ما يدخل، ينتظر حتى يركع فيكبر تكبيرة الإحرام منتصبا مستقرا ويركع معه. إذا في مجال ولو لقراءة الحمد يبقى ثواب أكثر، طبعا أفضل أنه يدخل يكبر تكبيرة الإحرام. إذا يمدي يقرأ الحمد يقرأ الحمد، لو ما مدى يقرأ السورة اللي بعدها يركع بعدها، يركع بعد الحمد. في هنا مجموعة من المسائل احنا بنضطر نتخطى بعضها لأن أجبنا عليها. يعني المسألة الأولى، هل يجوز للمأموم القراءة في مورد يتحملها الإمام عنه؟ هذه المسألة المفروض أجبنا عنها. يعني هل للمأموم يقرأ في الركعة الأولى والثانية؟ الإمام يتحمل عنه، لكن إليه لو يبى يقرأ إليه يقرأ، لو ما إليه يقرأ، هذا المفروض أجبنا عليه. لكن بشكل مختصر، بشكل مختصر المسألة ترتبط بنوع الصلاة، إن كانت صلاة جهرية أو كانت صلاة إخفاتية. إذا كانت صلاة إخفاتية ما إليه يقرأ، زين وش عليه يسوي؟ الأفضل إليه أن يشتغل بالتسبيح. إذا كانت الصلاة صلاة الظهر أو صلاة عصر في الركعة الأولى في الركعة الثانية والإمام يقرأ إخفاتا، طبعا يقرأ إخفاتا، المأموم ليس له أن يقرأ، زين يبقى ساكت، يبقى ساكت، يبقى ساكت. لكن الأفضل من أنه يبقى ساكت يشتغل بتسبيح، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والصلاة على محمد وآل محمد والاستغفار، هذا أفضل. أما إذا كانت الصلاة جهرية وهو يسمع تلاوة الإمام ولو همهمة بعيد، لكن يسمع ولو همهمة في صلاة المغرب، صلاة العشاء، صلاة الفجر، ليس له أن يقرأ، الواجب عليه أن ينصت. وهذا المورد الذي فسرت به الآية الكريمة، وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. طب مو معناته في غير هذا من الموارد الواحد يشاغل عن القرآن؟ جيد، من آداب التعامل مع القرآن الإنصات إليه والاستماع إليه حتى لو كان في غير الصلاة. عندنا مسألة ثانية، ما حكم متابعة الإمام في الأفعال والأقوال؟ عندنا متابعة الإمام في الأفعال من تكبيرة إحرام ومن ركوع ومن سجود، أو إذا نقول الأفعال نقصد بها مثل الركوع والسجود، خل تكبيرة الإحرام نعتبرها من الأقوال في المقام ومنشير إليه. وعدنا متابعة في الأقوال. بالنسبة لمتابعة الإمام في الأقوال في الأفعال، الواجب أن يتابع المأموم الإمام في الأفعال بحيث
لا يتقدم عليه، ما يتقدم عليه متعمد، ما يركع قبله، ما يسجد قبله، ما يرفع رأسه من الركوع قبله، ما يرفع رأسه من السجود قبله. عليه أن يتأخر عنه في الأفعال، ولكن مو تأخر فاحش، مو يركع الإمام والمأموم يتأخر تأخرا فاحشا بحيث يخل بهيئة وصورة صلاة الجماعة. هذا يضر، هذا يضر. أنت لا تركع قبل الإمام، لكن مو معناته الإمام يركع وأنت متشاغل بشيء آخر، أنت ما صرت مأموم. المأموم يتابع الإمام في الأفعال، بمعنى أنه لا يتقدم عليه فيها ولا يتأخر عنه تأخرا فاحشا. ركع بشكل اعتيادي، أركع بعده، أركع بعده. زين، هذا بالنسبة إلى المتابعة، ما يتقدم ولا يتأخر كثير. بالنسبة للمقارنة شلون؟ احنا عندنا ثلاث حالات، عندنا حالة التقدم على الإمام في الفعل وهذا ما يصح، وعندنا حالة التأخر عن الإمام في الفعل تأخرا فاحشا وهذا يضر، وقلنا لا يجوز، هذا لا يجوز وهذا لا يجوز. وعندنا مقارنة، يعني هو يركع أنا أركع مباشرة وياه في الوقت الذي هو يركع، أنا أركع معه، مو أتأخر عنه شوية. هل تجوز المقارنة أو لا تجوز المقارنة؟ هذه المسألة فيها خلاف بين الفقهاء. بعضهم جوز المقارنة، يعني أنا أركع في الوقت اللي الإمام هو يركع، وأسجد في الوقت اللي الإمام ما أتأخر عنه ولو قليل، هذا جائز أو غير جائز؟ بعض الفقهاء أجاز وبعض الفقهاء لم يجز. مقتضى الاحتياط ماذا؟ أني أتأخر قليل، أتأخر قليل عن الإمام. وهذه الحالة الأجدى والأنسب والأحوط، قام بالفعل أقوم بعده بالفعل مباشرة، لا أتأخر كثير ولا أقارنه في الفعل. على ما أتخطر أن بعض الفقهاء الذين يجيزون المقارنة، مقارنة الإمام في الأفعال، يقولون يخسر المأموم ثواب الجماعة. إليه قارن، يعني بمعنى أن صلاته ما تكون باطلة وصلاة الجماعة محفوظة إليه، بس ما وراها ثواب صلاة الجماعة. يسوى هذا؟ تأخر شوي قليل. زين، هذا بالنسبة إلى الأفعال. بالنسبة إلى الأقوال شلون؟ الأقوال يعني شنو؟ في الموارد اللي أنا علي أتحمل أذكار الصلاة وأقوال الصلاة، إلي أسبق الإمام أو ليس لي ذلك. مثل شنو؟ مثل ذكر الركوع. الآن هو ركع، أنا ما ركعت قبله ولا قارنت، ركعت بعده، لكن في قول سبحان ربي العظيم وبحمده، إلي هو ما بده إلي أبدأ، إليك تبدأ، ما في مشكلة. أنت في الفعل لا تسبق ولا تقارن، بس في الذكر لا بأس، لو سبقته في الذكر ما في مشكلة. ذكر السجود أيضا ما في مشكلة. نعم، يستثنى من ذلك تكبيرة الإحرام، هجينا إليه. ذكر تكبيرة الإحرام يعني قول الله أكبر، ليس لك أن تسبق الإمام، إن سبقته انعقدت صلاتك فرادا، حتى لو عن سهو، حتى لو عن سهو توهمت أنه كبر تكبيرة الإحرام، كبرت تكبيرة الإحرام، فإذا به لم يكبر بعد، أنت خلاص صلاتك انعقدت فرادا. إيه زين، الحين انعقدت صلاتك فرادى، وش تسوي؟ إما أن تكملها فرادى وأدت اللي عليك ويلا وفي أمان الله، أو الأفضل من ذلك حتى تدرك صلاة الجماعة،
حتى تدرك صلاة الجماعة تعدل بها إلى النار، ليس لك أن تقطعها، ما إلك. ولا تبطلوا أعمالكم. الآية الكريمة فسرت في بعض التفاسير بقطع العبادة، قطع الصلاة. ولا تبطلوا أعمالكم، إن عقدت صحيحة كملها، غاية الأمر لك أن تكملها نافلة بشكل مختصر، تأديها ركعتين، إذا أنهت ادخل وياه بعدين في الصلاة فيما تبقى من الركعات. فإما أن تكملها فرادى لكن تخسر ثواب الجماعة، وإما أن تعدل بها إلى النافلة وتدرك الجماعة، وليس لك أن تقطعها. طبعا لو واحد قطعها أخطأ، بس لو بيدخل مع الإمام صلاة صحيحة، بس أخطأ في إيه بعد، هو لا يجوز، لنقول لا يجوز يعني أقل شيء فيها إثم، يكون يندم على هذا الفعل، يستغفر الله، يندم ما يعود إلى مرة ثانية. هذا إذا ما كان بعض الأوقات يكون عن غفلة أو لا إرادة، يعني يرتبك، بعض الأوقات الواحد يرتبك ومن غير يعني إرادة قد ينحرف إلى اليمين، هو أبطل الصلاة. بس إذا كان عن غفلة أو لا إرادة ما يكون آثم. إذا كان ملتفتا ويبطلها متعمد هذا أخطأ. لا ما إلك زين، هاي فوائد المجالس الفقهية، يعني مو إحنا قاعدين نقول يعني في كل قرية وكل منطقة لو ليلة في الأسبوع، ها؟ استنانا بحديث رسول الله صلى الله عليه وآله، ليس أف لكل رجل، رجل وامرأة، يعني الرجل هذا من باب المثال إنسان، لأف لكل رجل لا يجعل له في كل جمعة، يعني كل أسبوع، يوما يتفقه فيه دينه ويسأل عن دينه. هاي من فوائد هذه المجالس. لا الواحد يمكن يمتد بالعمر 60 سنة مسألة، هي لحظة واحدة أنت تفقه هذه المسألة، لكن إذا ما تعنيت لا تستمع إلى محاضرة، لا إلى درس، لا عندك رسالة عملية، لا تستمع إلى كاسيت مثلا في محاضرة فقهية، طبيعي الواحد يترقب يعني ينزل عليه واحد من السماء أو جاء إليه، هو النبي من الأنبياء يعني تنزل إلى الملائكة وسمونه وتوحي إلى الإنسان، عليه أن يسعى للتعلم، عليه أن يسعى للتعلم. نعم زين، هذا بالنسبة إلى الأقوال. الأقوال لك أن تتقدم في على الإمام في الأقوال، ذكر الركوع، ذكر السجود، التشهد جلس هو بعد السجدتين وانت الشهد قبله، بس انت ما قمت قبله، لا بأس. ويستثنى من ذلك تكبيرة الإحرام، ما عليك تكبر قبل الإمام تكبيرة الإحرام. زين، هل لك أن تقارن يعني وهو يكبر أنت تكبر معه؟ هذه فيها خلاف، الأحوط عدم مقارنة الإمام في تكبيرته. وش تسوي؟ يعني تأخر شوي، يعني دعه يكبر تكبيرة الإحرام ثم كبر تكبيرة الإحرام بعده، هذا مقتضى الاحتياط. حتى بعد لو شرع انت لا تشرع وهو ما خلص، حارس يخلص تكبيرة الإحرام بعد ذلك انت تكبر تكبيرة الإحرام. طبعا الأفضل حتى بالنسبة إلى بقية الأقوال أنك لا تسبق الإمام، هذا الأفضل، بس يجوز ذكر الركوع قبل، ذكر السجود قبل، ما في مشكلة. وأيضا بالنسبة إلى التسليم بعد يعني يؤكد في أن لا تسبقه في التسليم، يجوز مجموعة من الفقهاء يجوز تسليم غير تكبيرة الإحرام، لكن يؤكد عدم سبقك للإمام في التسليم أكثر من بقية الأقوال في الموارد الأخرى.
زين. الاتيان بالأذكار أكثر من الإمام يجوز أو ما يجوز؟ هو مستحب عندنا في الركوع تقول ذكر الركوع أكثر من مرة، والأفضل أن يكون وتر يعني على الثلاث على الخمس على السبع. لو الإمام يختصر بمرة واحدة وأنت تريد أن تأتي بالذكر ثلاث مرات، هل لك ذلك؟ نعم لك ذلك، ما في مشكلة، بس لا تتأخر عنا كثير. مو هو يقول الذكر ويرفع راسه وانت متشاغل بدعوة الاستحباب تقول مرة ومرتين وثلاث والإمام أكوها بيسجد بعد الركوع، لا. لكن وهو راكع يأتي بالذكر مرة، أنت أردت أن تأتي به ثلاث مرات لا بأس بذلك. بعض المستحبات إذا ما يلتزم بها إمام الجماعة من الأقوال لك أن تقولها، مثلا لم يأتي بالدعاء بعد الذكر أنت تأتي بالدعاء بعد الذكر، مثلا لم يقل بحول الله وقوته أقوم وأقعد في القيام للركعة الثانية أو الثالثة، أنت لا يسقط عنك الاستحباب، يستحب لك أن تأتي بالذكر. مسألة ثالثة، إذا رفع رأسه من الركوع أو السجود قبلها يحصل له بعض الآن، أنت ما بتسبقه لكن عن سهو رحت رفعت رأسك وهو ما رفع رأسه، لا من السجود أو من الركوع، وش التكليف وش الحكم؟ التكليف أنك تعود ما دام باقيا في ركوعه، أنت رفعت رأسك متوهم أنه رفع رأسه، بعض الأوقات هو رفع رأسه بعد ما رفعت رأسك خلاص، بعد ما ترجع إذا رجعت تكون قد تعمدت بزيادة الركوع وهذا يوجب البطلان، يوجب البطلان. لكن لا زال هو في حد الركوع، لا زال هو في حد السجود، أنا رفعت رأسي والتفت أرجع أعود مرة ثانية حتى أحفظ لنفسي صلاة الجماعة، إذا ما أعود خلاص صارت صلاتي وإيش؟ وإيش صارت صلاتي؟ فرادة بعد فرادة فرادة. لا ما يوجب سجود السهو. زين واحد يسأل يقول إذا رجعت مرة ثانية للركوع غير ركعت مرتين، وانتون تقولون بأن الركوع ركن لو يزيد الواحد الركوع عن سهو يوجب بطلان الصلاة، الآن أنا عمد سوف أعود، هذا استثناء، هذا من استثناءات صلاة الجماعة، شوفوا هذا العمل يوجب بطلان الصلاة، يعني زيادة الركوع وزيادة السجدتين يوجب بطلان الصلاة حتى لو كان الإنسان زادها عن عمد، زاده عن عمد، زاد الركوع أو سجدة زاد السجدتين عن سهو حتى لو كان عن سهو. لكن هذا من خصوصيات صلاة الجماعة وأهمية صلاة الجماعة في نظر الشرع، يقولك حتى هذا المورد اللي تبطل معه الصلاة لو زدت بهذا الفعل احنا نقولك زيد لكن بقصد المتابعة، وهنا تختفر هذه الزيادة، رجوعك مرة ثانية مع الإمام في الركوع هذا مختفر، وهكذا في السجود إذا رفعت رأسك وشفت ساجد ترجع مرة ثانية يختفر. المسألة الرابعة عكس المسألة عكس المسألة الثالثة، ركعت قبل الإمام أو سجدت قبل الإمام، يعني الإمام في الركعة الثانية قال الله أكبر وش بيسوي بعد قل هو الله أحد بيقنت له، أنا ركعت سهوا ركعت، أحن بالعكس ركعت قبل الإمام أو سجدت قبل الإمام، الإمام ما سجد أنا سجدت قبله، أرجع مع الإمام وأتابع مع الإمام، ثم إذا ركع أركع معه، ثم إذا سجد أسجد معه. بس هني في مسألة تتعلق بالذكر،
يعني الآن سبحان ربي العظيم وبحمده أو الأعلى وبحمده في الركوع أو السجود، أن أتي بها في الركوع الأول الذي سبقت الإمام به، أو في السجود الذي سبقت الإمام به، أو أتي بها في ركوع المتابعة أو سجود المتابعة، الأحوط هو الإتيان بالذكر في كلا الموردين. وهذا يكون الواحد يلتفت إليها، لأن الواحد ساعات يركع قبل الإمام يبى يرجع بسرعة، يكون يتمالك نفسه، يأتي بالذكر، يأتي بذكر الركوع، ثم يرفع رأسه ويركع مع الإمام مرة ثانية إذا ركع بقصد المتابعة، ويأتي بالذكر، يأتي بالذكر أيضا. وهذه المسألة ترجع إلى أن الركوع الأصلي ما هو؟ هل هو الركوع الأول أو هو الركوع الثاني مع الإمام بالمتابعة؟ هل هو السجود الأول الذي سبقت الإمام به أو لا، السجود الذي سوف أسجده مع الإمام بقصد المتابعة؟ لعل الأغلب من الفقهاء أو على الأقل مجموعة من الفقهاء قالوا بأن الركوع ركوع الصلاة هو الذي سبقت الإمام به، هذا هو ركوع الصلاة، هذا هو سجود الصلاة، وإنما تسجد مع الإمام أو تركع مع الإمام للمتابعة، لأنك إذا ما رجعت مرة ثانية وتابعت مع الإمام سوف تكون منفصلا عن الإمام، ما تصير صلاة جماعة. شنو أنت تقعد تحارسه يعني لما هو يركع وتتابع وياه؟ أنت صرت الحين إمام الجماعة، أنت اللي سبقته، والحال أن الإمام هو الذي يسبق، ترجع وتركع معهم بعنوان المتابعة. لكن حيث أن هناك احتمال بأن الركوع الأصلي هو الأول أو الثاني، السجود الأصلي هو الأول أو الثاني، ولهذا احتاط مجموعة من الفقهاء، وهذا مقتضى الاحتياط، أنك تأتي بالذكر في الركوع الأول الذي سبقت الإمام به، وتأتي بالذكر في الركوع أو السجود الثاني الذي تتابع معه الإمام أو تركع مع الإمام وتسجد مع الإمام بقصد المتابعة. واضحة صارت المسألة؟ إذا ما أعطاك مجال خلاص بعد ما ترفع رأسك وترد تركع. إحنا نقول إذا في مجال، يعني هو قاعد يقنت، توه يقنت وانت اشتباها ركعت، قل سبحان ربي العظيم وبحمده، أو كرر الذكر بالتسبيحة الصغيرة 3 مرات، سبحان الله سبحان الله سبحان الله، ثم ارجع إلى مع الإمام مرة ثانية واقنت معه، وإذا ركع اركع معه. إذا ما مداني أنا منه، أنا ركعت، هو بيركع بس أنا ركعت قبله، هو راي ركع مباشرة، صلاتك صحيحة وما إلك ترفع رأسك وتركع مرة ثانية، ترى إذا ترفع رأسك وتركع مرة ثانية تبطل صلاتك. هل تصير الزيادة مختفرة إذا رجعت في الفعل السابق على الركوع ولحقت على الإمام فيه، بعد ذلك تركع وياه تكون الزيادة هذه مختفرة. نعم. عندنا المسألة الخامسة، لو أحرم قبل الإمام سهوان، هذه أجبنا عليها سبق الجواب عليها، أو بتخيل أنه كبر كان منفردا، قلنا فإن أراد الجماعة عدل إلى النافلة وأتمها ثم التحق بالجماعة. واضح المسألة بعد له؟ شرحناها بداية الحديث. المسألة السادسة، هذه أيضا ذكرناها، المسألة السادسة، يجوز للمأموم أن يأتي بذكر الركوع والسجود أزيد من الإمام، وكذا إذا ترك بعض الأذكار المستحبة يجوز له، يعني يجوز للمأموم أن يأتي بها مثل تكبير الركوع مثلا، الإمام ما قال الله أكبر للركوع، هي مستحبة مو واجبة، أنت لا يسقط عنك الاستحباب، ولك أن تكبر تكبيرة الركوع، هذا هو الأفضل. يعني في بعض المسائل تقدم الجواب عليها سابقا من تعداها، بس حتى لا ياخذنا الوقت نشرح في المحور الذي بعد المحور الخامس،
شرائط إمام الجماعة. من هو اللي يتقدم لصلاة الجماعة؟ يتقدم لصلاة الجماعة من توفرت فيه مجموعة من الشروط. في شروط عامة معتبرة، يعني كون مؤمنا، المقصود من المؤمن بالمعنى الأخص، لأن الإيمان له إطلاقان وله معنيان. عندنا إيمان بمعنى الإسلام الذي يدخل معه الإنسان في دين الإسلام، وبذلك يحرم على الآخرين دمه وماله وعرضه. وعندنا إيمان بمعنى آخر، بمعنى التشيع لآل بيت محمد. المعبر عنه بالإيمان بالمعنى الأخص، هذا حتى الله تبارك وتعالى ذكره في القرآن الكريم، يعني أن هناك إيمان يقصد به معنى أخص من الإسلام. في الآية الكريمة قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. فالإيمان بهذا المعنى يقصد به ما هو خاف عن كثير من المسلمين، وهو ولاية أولياء الله الذين حرموا منها بسبب السياسات، سياسات السلاطين والملوك وعباد الدنيا. والولاية تمثل جزءا أساسيا في الإيمان. قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم إنما وليكم الله ورسوله فقط. والذين آمنوا، الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. فالإيمان بالولاية الثالثة يدخل الإنسان في الإيمان بالمعنى الأخص. يشترط في إمام الجماعة أن يكون مؤمنا بالمعنى الأخص، فاختيارا لا تصح الصلاة مع أو خلف غير المؤمن بهذا المعنى. نعم هناك حالات خاصة تقتضيها الظروف الموضوعية التي يعيشها المجتمع المسلم، من تهديد خطر مثلا نفرض، أو لا تأليف الطائفة الأخرى وعدم فتح باب تشنيع. هنا الشرع أجاز للمكلف أن يصلي خلف بقية المسلمين إذا حصل داعي من هذه الدواعي، تقية خوف، تقية مدارات. وهذه روح الإسلام، هكذا الإسلام يريد أن يجمع الناس بقدر الإمكان مع الحفاظ على الأسس، أسس الإسلام ومبادئ الإسلام. ولا يراد الاجتماع بأي عنوان من العناوين، ترى يكون الاجتماع مع تفويت أساس من أسس الإسلام، مبدأ من مبادئ الإسلام. هذه مجاملة، وهي على حساب الدين، لا ليست مطلوبة. لكن أحيانا هو في نظر الشرع أن الحفاظ على هذه المفردة أهم من تفويت بعض الاشتراطات المعتبرة، ومنها هذا الموضع. المسألة بحسب الأصل يعتبر في إمام الجماعة أن يكون مؤمنا بالمعنى الأخاص، لكن إذا دخلت بعض العوارض الأخرى، بعض الطوارئ،
حينئذ لكونها أهم الشرع الأقدس يقدمها على بعض الاشتراطات المعتبرة، ولهذا في مكة أو المدينة أنت إذا بتروح أو حتى مساجد الطريق، دخلت مكان ويصلي أحدهم صلاة جماعة، أنت لك أن تدخل معهم. نعم يعني أغلب الفقهاء قالوا بأنك لا تقصد الائتمام وإنما تتابع تدخل معهم صلاة الجماعة وتتحمل القراءة عن نفسك ولو أخفاتا، حتى لو كان المورد صلاة جهر مورد جهر. وأما الدخول لا، الأفضل أن تدخل في مكة والمدينة، الأفضل أن تصلي هناك، وهذه إليها فوائد كثيرة، بالإضافة إلى وجود ضرر كبير يترتب على عدم الاشتراك في صلوات الجماعة. كان في زمن سابق في بداية انتصار الثورة الإسلامية، ما كان الشيعة عندهم هذه الثقافة، مع أنها ثقافة أصيلة في مذهب التشيع. إذا أذن الأذان وكنوا موجودين في حرم الرسول صلى الله عليه وآله المسجد النبوي الشريف، إذا أذن موجودين من قبل يجون للزيارة، يأذن الأذان يخرجون زرافات ووحدانا، مسلمين يدخلون، مسلمين من غير الشيعة يدخلون، والمسلمون الشيعة يخرجون من المسجد. هذا شرع عليهم الأبواب مضرة واتهامات بأنهم لا يصلون أو أنهم لا يعترفون بصلاة الجماعة. ومن هنا أصدر الإمام الخميني رضوان الله عليه حكم وفتوى، حكم بحرمة الخروج عن من المسجد النبوي الشريف أو المسجد الحرام عند إقامة الأذان للصلاة. يروحون على أساس يصلون في الفنادق صلاة جماعة موجودة هنا. فعلا هذا أثره الكبير، صارت الأمور اعتيادية وطبيعية، وسد باب التهم على الشيعة بأنهم لا يعترفون بصلاة المسلمين، فضلا عن أنهم لا يصلون، يعني في جرأة مستغلال. على كل حال، الحكم الأول في المسألة اعتبار أن يكون إمام الجماعة مؤمن بالمعنى الأخاص، أن يكون عاقل مجنون ما يصح الائتمام خلفه، أن يكون بالغ غير البالغ لا يصح الائتمام به حتى لو كان متقن لصلاته، أن يكون طاهر المولد لابن حلال، لا سمح الله لو لم يكن كذلك، لهذا في استفتاء لأحد المراجع يقول بأن الآن في الغار انتشر الإسلام، وانتشر الإسلام في صفوف غير مسلمين من الأصل، والغرب هناك أكثر علاقاتهم الزوجية يسبقها علاقات خارج الإطار الزوجي، وصير منها ولد وولدين، بعد ذلك تفرغون حتى تصير علاقة زوجية شرعية، يروحون الكنيسة أو غيرها كذا. فهذا للمسلمون زينهم لم تكن ولادتهم في إطار العلاقة الزوجية بين الأبوين الشرعية، حتى لو كان أسلم وصار إنسان ملتزم ومتدين، لكن هذا الشرط مو متوفر فيه. فيقولون بأنه ما نحصل إمام جماعة بهالطريقة، يعني من نفس تلك البلدان، يعني كل شيء من جيبه من برا، كل مسجد من جيب له إمام جماعة من برا، مو عملي يعني. يقول هاي التكليف الشرعي هكذا، يعتبر في إمام الجماعة أن يكون طاهر المولد، هم اللي جابوا أول واحد، اللي جابوا إذا كلهم أسلموا وخلي يكون الثالث أو الرابع بعد العلاقة الزوجية الشرعية، صارت ولادة من تصير ولادته هاي يقدم لصلاة الجماعة إذا توفرت فيه بقية الشروط الأخرى. نعم، من الشروط المعتبرة في إمام الجماعة العدالة، يكون عادلة. ما المقصود من العدالة؟ نشير إلى معناها إن شاء الله. طبعا العادل هو في قبال الفاسق،
الفاسق لا تجوز الصلاة خلفه، وهكذا مجهول الحال لا تجوز الصلاة خلفه، فيعتبر في إمام الجماعة العدالة. أيضا من شروط إمام الجماعة الذكور أن يكون ذكرا لا أن يكون امرأة أو نعم، إلا إذا كان المأمومون نساء، كلهم نساء، في رأي مشهور بين الفقهاء يجوز للمرأة أن تأم النساء. أما إذا كان المأمومون رجال أو رجالا ونساء فلا بد أن يكون الإمام رجلا يعني ذكرا. من الشروط صحة القراءة، قراءة الحمد والسورة التي بعدها لابد أن يكون تكون قراءته صحيحة، طبعا بالحد المجزي، لا يعتبر أن يأتي بالمحسنات مما هو يعني راجح في علم التجويد. في كثير من أحكام التجويد المحبب والمستحسن الالتزام بها، لكن عدم الالتزام بها لا يخل بالقراءة، لا يخل بالقراءة. مثل الإخفاء ومثل الإدغام، الإدغام بعضهم أوجبه بعضهم عند احتياط وجوبي، طبعا إدغام النون الساكنة أو التنوين في أحد حروف يرملون هذا مقتضى الاحتياط الالتزام به، لكن هل يشترط الغنة أيضا إذا كان المورد مورد إدغام بغنة؟ لا، مو من الشروط هذا في التجويد شيء لازم، لكن فيما هو معتبر في قراءة الإمام الأفضل ذلك الأحسن ذلك باعتبار أنه من المحسنات وإلا لا يضر. وهكذا مقدار المدود 6 حركات، لازم 6 حركات في المد اللازم للسكون مثلا، ها، أو المد الواجب المتصل 4 حركات أو 6 حركات لازم، لا مو لازم، مقدار ما يتحقق معه النطق بحرف المد، يعني بحيث أنه يخرج حرف المد بإشباع الحركة التي قبله، هذا المقدار كافي. فالمعتبر إذن صحة إمام صحة قراءة الإمام بالحد المجزي، بالحد المجزي. زين، غير القراءة ذكر الركوع السجود التشهد، لو كان إمام الجماعة يلحن فيه يعني عنده مشكلة، هل يجوز الاهتمام به؟ يجوز الاهتمام به لو كان يلحن في غير القراءة بشرط أن يكون معذوراً. شلون يعني معذور؟ إما أنه لا يستطيع، عنده آفة في لسانه لا يستطيع أن يأتي بذكر الركوع صحيحاً، هذا مورد لا يتحمله الإمام عن المأموم وهو معذور، ما في مشكلة، ما في مشكلة. أو لا كان غافلاً غير ملتفت وهو معذور تصح، يعني بعض الأوقات قد يخطئ هو لكن في ذكر الركوع أو سماع مو واجب علي أنا أنبهه، وحتى لو ما نبهته أواصل صلاة الجماعة وما يضر، أواصل صلاة الجماعة وما يضر. أيضا من الشروط المعتبرة ألا يكون قاعدا للقائمين، ما يصح إمام الجماعة مقعد ما يستطيع أن يقوم يقف، يعني حتى لو كان معذورا والمأمومون واقفون لا يصح. نعم، إمامة القاعد للقاعدين لو كان كلهم مقعدين إمام الجماعة بربعة حينئذ تصح، يصح الائتمام به، يصح ائتمام القاعد بالإمام القاعد، أما الواقف بالإمام القاعد لا تصح، لا تصح. ما المقصود من العدالة؟ نحن ذكرنا العدالة، ما المقصود من العدالة؟ لها أكثر من معنى بس بشكل مختصر، المعنى الأول للعدالة أنها ملكة نفسانية راسخة في النفس تبعث الإنسان على فعل الواجبات وترك المحرمات أو ترك الكبائر وعدم الإصرار على الصغائر، وهذا معنى
يتطلب من الإنسان حتى تتحقق العدالة فيه أن يصل إلى درجة من تهذيب نفسه وتعويدها على الطاعة بحيث تكون الطاعة سلسة وسهلة، لا يؤدي الطاعة بثقل، ما يؤدي الواجب حتى لو بشروطه وأجزائه المعتبرة صحيحا لكن بالثقل. هذا مو عادل. العادل هو الذي طوع نفسه ملكة حصلت له الملكة بحيث أنه يؤدي التكاليف الشرعية من غير أن تجاهده نفسه. هذا معنى. معنى آخر للعدالة لا، هي الالتزام بالواجبات وترك المحرمات بأي كيفية من الكيفيات، حتى لو كان يجاهد نفسه، حتى لو كانت الملكة ما حصلت في نفسه ولكنه خارجا ملتزم بفعل الواجبات وترك المحرمات. وتختل العدالة بالمعنى الثاني بارتكاب المحرم عن عمد، وتعود بالتوبة والعزم على عدم الرجوع مرة ثانية، بعكس العدالة بالمعنى الأول. العدالة بالمعنى الأول إذا زالت بارتكاب الكبيرة والإصرار على الصغيرة لا تعود بمجرد أن يلتزم الإنسان عمليا بالطاعة، إلا أن تعود الملكة مرة ثانية. يعني لا سمح الله الإنسان لو كان فترة زمنية طويلة تعود على العصيان بحيث زالت الملكة، لا بمجرد أن يعود إلى الطاعة تعود إلى العدالة على المعنى الأول، قول بأنها ملكة، لابد أن يزرع الملكة في نفسه فتعود له العدالة، لأن العدالة عبارة عن الملكة لا عبارة عن خصوص الاستقامة العملية. المعنى الثاني لا، لو إن شاء الله يرتكب ما يرتكب من محرمات ولمدة طويلة يتوب إلى الله ويرجع ويلتزم التزاما عمليا بفعل الطاعات وترك المحرمات عادت له العدالة، ما يحتاج مدة زمنية طويلة يطوع نفسه حتى تعود له العدالة بالمعنى. شلون نعرف العدالة؟ شلون نعرف هذا الإمام الجماعة عادل حتى أصلي خلفه؟ هناك عدة طرق لمعرفة العدالة. من هذه الطرق العلم بها الحاصل بالمعاشرة. أنا شخص هذا عاشرة وأعرف إنسان منضبط وملتزم بالتكاليف الشرعية، أو الاختبار، أنا أقعد أختبره ولو أتعمد أن أختبر هذا الشخص، ما كنت معاشرنا لكن لفترة زمنية أختبره في التزامه وطاعته وكذا فتثبت إلي عدالته. عندنا طريق ثاني شهادة عدلين، شخصين من العدول منضبطين الملتزمين يشهدان لي بأن فلان عادل. هل تثبت بشهادة العدل الواحد أو مطلق الثقة؟ نعم، ذهب مجموعة من الفقهاء إلى أنها تثبت، ما يحتاج عادلين، لو عدل واحد، لو شخص ثقة يشهد لي بعدالة فلان من الناس تثبت العدالة بشهادته. نعم، بعض الفقهاء لم يكتفي إلا إذا حصل الاطمئنان، إذا حصل عند اطمئنان بشهادة ولو شخص واحد يكفي. أيضا طريق ثالث، وهذا الطريق العملي، ممكن إثبات العدالة بأقصر الطرق، حسن الظاهر، ما يعبر عنه بحسن الظاهر، يعني بحيث إذا سئل شخص عن هذا الإنسان يقول لم نرى منه إلا خيرا. هذا يعرف حسن الظاهر من خلال سلوك الإنسان بشكل عام، هذا الإنسان نعرفه بشكل عام، مواظب على الصلاة، يحضر صلاة الجماعة، إنسان يعني أخلاقه طيبة مع الآخرين، ما نشوفه يظلم أحد، يتعدى على حق أحد، ولو صدر منه شيء من هالنوع يبادر للرجوع إلى الله تبارك وتعالى والاستغفار والتوبة. في نقطة مهمة أشير إليها هنا، يعني هي بشكل عملي تثبت إلينا جواز الاهتمام ب المتقدم لصلاة الجماعة، مع أنه أنا ما أعرفه، ما عاشرته، ما أخبرني أحد عن عدالته،
وهو حصول الاطمئنان من خلال المصلين خلفه. إذا صلى خلفه من أعرف عدالتهم أو وثاقتهم وعلمهم بالحكم الشرعي وأنه لا يجوز الصلاة خلف أي أحد، وإنما يجب أن يكون إمام الجماعة متصفا بالعدالة حتى يجوز الصلاة، يعرفون هذا الحكم ومع هذا يصلون خلفه. أنا غريب عن هذه الديرة، عن هذه المنطقة، بس أنا أعرف هذا، لأن الأشخاص حصل لي الأطمئنان من صلاتهم خلفه، يجوز لي أدخل المسجد أصلي خلفه بصلاتهم خلفه. بعض الأوقات لا، أنا ديرة ما أعرف لا المصلين ولا إمام الجماعة. أيضا إذا حصل لي الأطمئنان كونهم عدد لا بأس به كبير وظاهرهم الصلاح، يعني إذا حصل إلي الأطمئنان والوثوق بعدالة إمام الجماعة يجوز لي أن أنخرط في صلاة الجماعة وتكون صلاتي صحيحة. لو انكشف بعد ذلك العكس أن هذا إنسان والعياذ بالله فاسق معادل، صلاتي اللي مضت صحيحة بس ما لي أصلي مرة ثانية خلفه. عندنا المستحبات والمكروهات بشكل سريع، بس ناخذ بعض المستحبات وبعض المكروهات، هذه مهمة يعني بشكل مختصر بنشير إليها، نفسح المجال للأسئلة. من المستحبات صلاة الجماعة أن يقف الإمام في وسط الصف، وسط الصف عشرة يقف في وسط في وسطهم، وسطهم عرفان يعني، ويقف على الطرف ويقف على الطرف. وعليه فإذا كانت صلاة الجماعة فيها قسم نساء ورجال قد يكون إمام الجماعة قريب من ستارة النساء، هذا مو معناته أنه على الطرف باعتبار أن الصف ممتد. إذا كان في نساء مكملات الصف وقد يكون هو في الوسط حينئذ. عندنا من المستحبات أن يقف في الصف الأول أهل الفضل، أهل الفضل في الدين يعني، مو في المال والثروة، أهل الفضل في الدين والمعرفة بالأحكام الشرعية، لأنه تصير بعض الأوقات طوارئ، يخطأ الإمام في قراءة في تلاوة كذا يصححون إليه، ناس يعرفون القرآن يعرفون يحفظون السور يصححون إلى إمام الجماعة. أيضا لو صار خلل بعض الأوقات ينتقض وضوء إمام الجماعة أو يقع عارض يبطل صلاة إمام الجماعة، يتقدم أحدهم لإكمال صلاة الجماعة والبقية يكملون. مو اللي احنا هذا موجود حكم شرعي، ليش إذا كانوا هم مؤهلين لصلاة جماعة يتقدم واحد منهم وتكمل الصلاة جماعة، مو نقطع. طبعا قطع الصلاة ما نقطع الصلاة، أو نكملها فرادة. ليش نكملها فرادة؟ يتقدم أحدهم، هذا إذا كان يعني في التزام بهذا الأمر، أن أهل الفضل هم الذين يكونون في الصف الأول، وأن يكون أفضلهم على يمينه يعني على يمين الإمام الجماعة، لأن ميامن الصفوف أفضل من مياسرها. أيضا من المستحبات الوقوف بالقرب من الإمام بقدر الإمكان، إذا صير أقرب إلى الإمام هذا أفضل. وهنا قد يتعارض حكمان مستحبان، الأفضل أن تكون على الميمنة، ميمنة الإمام. إذا تعارض هذا مع الأقربية إلى الإمام، يعني أنا إذا صرت على يمين الإمام بصير مثلا العاشر من أهل الصف، لكن إذا بصير على يسار الإمام بصير الثاني، حينئذ قد يرجح الأقربية، الأقربية ترجح على الميمنة، فالميمنة ترجح على الميسرة إذا كان البعد عن الإمام واحد، إذا كان البعد عن الإمام. وهكذا في الصف الثاني، الصف الثاني يمكن أصير أقرب إلى الإمام، في الصف الأول أصير أبعد عن الإمام، الأرجح هو الصف الأول. بل سوف يأتي بأنه تكون في الصف الثاني وليس معك أحد هذا مكروه، إذا كان في مجال في الصف الأول. من المستحبات المهمة واللازم نحافظ عليها في صلاة الجماعة، يعني مستحب مؤكد، تسوية الصفوف، لا تكون الصفوف معوجة
وسد الفرج، تكون هناك فرج وخلل بين المصلين. والمحاذاة بين المناكب أيضا هذا مستحب، المحاذاة بين المناكب يعني يقف الصف الواحد مستويا وهناك محاذاة بين المناكب. إذن واحد قصير واحد طويل، خلي يصير الاختلاف في المساجد في موضع السجود، أنت طويل بتسجد بتاخذ مسافة أطول، فلان قصير بياخذ مسافة أقل من 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 ناحية المسجد، مو من ناحية الموقف، من ناحية الموقف تساوى الصفوف. اتصال مساجد الصف اللاحق بموافق بمواقف السابق هذا أفضل، يعني ما يكون فاصل بين الصف الثاني والصف الأول إلا مقدار ما يشغله المصلي بسجوده بسجوده، لا يصير فاصل زايد من غير مشغول غير مشغول. أنت تأخر في الصف الثاني عن الصف الأول وفي الصف الثالث عن الصف الثاني بمقدار ما تحتاج إليه من السجود. إذا قلنا أنه يعني في أطول وأقصر هذا لا بأس، أنه يعني يصير الاختلاف في موضع السجود. العبرة بأنه الأطول منه أو المعتدل الطول يؤخذ مقدار ما يشغله حال السجود، فيجعل فاصل بين الصف الثاني والصف الأول، الصف الثالث والصف الثاني وهكذا. من المستحبات أن يسمع الإمام من خلفه القراءة الجهرية، يمكنه يصدق على قراءة الجهر بس خلي يرفع صوته أكثر حتى بقدر الإمكان يسمع ما. إلا أن تصل إلى حد الصراخ لا طبعا. بعض الفقهاء يعني أوجب يعني هذا مو بس بالنسبة للقراءة حتى بالنسبة للأذكار، يستحب للإمام أن يسمع المأموم، ما يأتي بالأذكار إخفاتا، ما يأتي بالأذكار إخفاتا. وبعض الفقهاء أوجب ذلك، شيخ حسين رحمة الله عليه يوجب على إمام الجماعة أن يسمع المأموم طبعا بالتي هي أحسن، لزم من ذلك الصراخ حتى يسمع من هو في الصف العشرين مثلا وما كان في ميكروفون، لا مو واجب عليه، لكن بالحد المتعارف يرفع صوته بحيث يسمع المأموم، هذا مستحب عند أغلب الفقهاء. شيخ حسين رحمة الله عليه وذهب إلى الوجوب. من المستحبات أيضا أن يطيل الإمام ركوعه إذا أحس بدخول شخص، بعض الأوقات الإمام في الركوع وحس بدخول شخص بيلتحق في صلاة الجماعة يطيل ركوعه، مستحب أن يطيل ركوعه بالضعف، يعني إذا كان يأتي بالذكر مثلا ثلاث مرات يأتي به ست مرات، إذا كان يأتي به مرة واحدة يأتي به كم مرة؟ ها؟ هذا ما صار الضعف، صار ضعفين يعني. طبعا يأتي به ثلاث مرات لأن المستحب الختم على الوتر على الفرد، يعني هذا بلحاظ يعني أمر آخر، وإلا هو إذا يأتي بالذكر مرة واحدة مقتضى القاعدة يأتي به مرتين، لكن يأتي به مرتين هذا يعني الأفضل منه أن يختم على الثلاث، ولهذا يضيف إليها ثانيا. زين، إذا ضاعف من الذكر وأحس بدخول شخص آخر وش يسوي؟ يرفع رأسه، يرفع رأسه. هذا في أحد السيد هاشم الطويل رحمة الله عليه، أكيد سامعين ابن سيد هاشم نعيمي رحمه الله، أحد العلماء الأتقياء الأبرار رحمه الله ورحم الله علماءنا جميعا. يقول بأن شيخ عبد الله المصلي، سامعين عنا بعد أحد علماءنا الكبار، لا من هو أصلا من السنابس وكان ساكن في نعيم، مصلي في نعيم في مسجد الشيخ يعقوب اللي عند حوزة السيد الغريفي يصلي هنا، فكان يطيل يراعي يعني، فدخل أحد المأمومين أحد المتأخرين أطال الذكر، أطال الذكر يعني ثلث خلص، دخل شخص ثاني
فسدس، ودخل شخص ثالث فتسع، ودخل شخص بعده فأراد أن يضيف فنطق أحد المصلين ونهى إمام، كلمة ما مو لائق أقولها يعني، قال له من كذا يعني إذا تضيف وجاب طار الأم يعني وهو في الصلاة، وبذلك اختربت صلاة الجماعة، الجميع ضحك ضحك حتى إمام الجماعة. لعل يعني بعض الفقهاء يذهب إلى استحباب الإطالة، بس هنا ذكر في العروة وبعض الفقهاء بأنه لا، مرة واحدة وبعدين يعني يرفع رأسه، ولو أطال ما تبطل الصلاة يعني، بس المستحب مراعاة للاستحباب مرة واحدة يطيل ويضاعف. فيه هني أختم بالسمونة المكروهات بس بشكل سريع إذا تسمحون لنا، لأن بعد ختامها هذه الليلة ختامها عن صلاة الجماعة، في مسألة نشير إليها بعد مهمة أيضا، يستحب انتظار الجماعة إماما أو مأموما، وهو أفضل من الصلاة في أول الوقت منفردا، إلا إذا كان الانتظار يوجب فوات وقت الفضيلة. يعني لو إمام الجماعة تأخر المصلون ما يستعجلون، يصلون فرادى ينتظرون أفضل، إلا إذا بفوت الوقت الفضيل للصلاة. وهكذا العكس، لو حضر إمام الجماعة صلاة الفجر كان حاضر وأدن الأذان ما حد من المصلين جاء، الأفضل إلى ينتظر وصلي جماعة. من المكروهات أن يقف المأموم في صف وحده إذا وجد موضعا في الصفوف. من المكروهات أيضا التنفل بعد الشروع في الإقامة، يعني إقامة صلاة الجماعة بدأ بها، مكروه لك أن تدخل في النافلة، وتشتد الكراهة عند قول المقيم قد قامت الصلاة. التكلم بعد الإقامة، إذا قال المقيم قد قامت الصلاة مكروه، أن هذا بعد الإقامة، إلا إذا كان لإقامة الجماعة. نعم، إذا أقيمت الإقامة وأنهيت حتى لو قال المقيم قد قامت الصلاة، لكن اقتضى يعني اقتضى تضبيط صلاة الجماعة من تعديل الصفوف، تصحيح الصفوف، التكلم، تقدم فلان كذا، هني في استثناء. أما أنك تتكلم بكلام الآدميين بعد الإقامة وبعد قول المقيم قد قامت الصلاة، هذا مكروه، والكراهة تكون مغلظة، وبعض الفقهاء عنده حرام، تحصل المقيم يقول قد قامت الصلاة وهذاك ماخذ سوالف ويا صاحبه، أو عنده تلفون قاعد يتكلم وياه، هذا مو صحيح. هذا حتى لو دخل الإمام في صلاة الجماعة أنت ما إلك تتكلم. ولهذا شوفوا لاحظوا يعني آبائنا عندهم تشرع وتفقه أكثر من عندنا. هذه مسألة يا الله، إذا جاء الواحد ما يقول حارسني، ليش ما يقول حارسني؟ يقول يا الله، أو إن الله مع الصابرين، يأتي بآية أو يأتي بذكر. ليش؟ هذا التزاما بهذا الحكم، لأنه قد قامت الصلاة، وبالدخول في الصلاة هي أقيمت الصلاة، فمكروه أن يتكلم بكلام الآدمي. إذا يبقى إمام الجماعة ينتظر يقول يا الله، أو إن الله مع الصابرين مثلا، يقول حارسني حارسني، على خلاف مكروه. أن يسمع المأموم الإمام ما يقوله من الأذكار، المأموم يسمع الإمام ما يقوله من الأذكار، هذا مكروه. عندنا بعض الموارد يستحب فيها الجهر، مثل القنوت، القنوت حتى للمأموم يستحب أن يجهر بالقنوت، إلا أن يسمع الإمام، فحينئذ لا يرفع صوته بحيث يسمع الإمام. في مسألة نختم بها وهي مسألة مهمة، من صلى منفردا ثم وجد من يصلي تلك الصلاة جماعة يستحب له أن يعيدها جماعة إماما كان أو مأموماً.
بعض الأوقات الواحد أدى الصلاة اللي عليه فرادة ثم أقيمت صلاة الجماعة، أو جاء شخص يمكن أن يصلى معه جماعة، تستحب إعادة الصلاة جماعة بنية إدراك ثواب صلاة الجماعة، بنية الاستحباب، سواء كان إماما أو مأموما. يعني بعض الأوقات يصلي لوحده ثم يدخل شخص فيصلي معه ويكون هو الإمام، هذا مستحب، أو يكون هو المأموم، هذا أيضا يكون مستحب. إعادة الصلاة مو فقط في الصف الأول، أن يكون إمام الجماعة، أن يكون هو إمام الجماعة، لا طبعا إذا كانت نفسه أقول هذا اللي بعيد صلاة المغرب قد يكون هو إمام الجماعة، يعني صلى لوحده صلاة المغرب ثم جاء معه من لم يصلي وبيكون هو الإمام، يجوز ويكون مستحب بالنسبة إلى مستحب، وذاك يؤديها واجبة وصحيحة، ذاك صلاة صحيحة. هذا إذا كانت نفس الصلاة. شلون يعني نفس الصلاة؟ يعني أنا صليت صلاة المغرب فرادة ثم أردت أن أعيدها جماعة فمستحب إلي سواء كان إمام أو مأموم. إنزين إذا صلاة ثانية، شلون يعني صلاة ثانية؟ يعني أنا صليت المغرب وبعدين بدخل ويا غيري في صلاة العشاء، لكن أنا مغرب، أنا بقصد بها المغرب، أدرك ثواب صلاة الجماعة، هم بيصلون العشاء، أنا أقصد صلاة المغرب إعادة لها، أيضا هذا يجوز. القدر المتيقن هو الأول أن تكون نفس الصلاة، لكن حتى لو كانت الصلاة مختلفة هذا جائز أيضا. صارت المسألة واضحة؟ زين، في فرع آخر يتعلق بهذه المسألة، وهو أحيانا يصلي شخصان فرادى ثم يريدان أن يعيداها جماعة، هذا في إشكال. شلون يرتفع الإشكال؟ يرتفع الإشكال بمجيء شخص لم يصلي أصلا، يعني لم يؤدي هذه الصلاة. إذا كان وياهم من لم يؤدي الصلاة لا بأس، تصح صلاة الجماعة، لكن إذا لم يكن معهم أحد لم يؤدي صلاة، لم يكن معهم أحد إلا وقد أدى صلاته فرادة ويريد الجميع أن يعيدها جماعة دون أن يكون معهم من لم يصلي قبل ذلك، هني في إشكال في صحة الجماعة. مسألة واضحة؟ بعض الأوقات، اسمعوا، بعض الأوقات أنا أصلي فرادة لوحدي زين، ويجي بعدين وياي واحد ما صلى، فنصلي جماعة سواء أن كنت أنا إمام أو مأموم، هذا مستحب بالنسبة إلي، واجب بالنسبة إليه، واضح هذا؟ الصورة الثانية لا، هو صلى فرادة وأنا صليت فرادة واجتمعنا بعدين وأردنا أن نعيدها جماعة ولم يكن معنا من لم يصلي، اللي بيشتركون في صلاة الجماعة كلهم مصلينها بس يبون يدركون ثواب الجماعة بإعادتها جماعة، هني في إشكال في صحة الصلاة. حتى لو العدد كبير إذا كلهم صلوا جماعة، إذا مو واجد منحرف عن القبلة ما يضر، ما يضر، وإذا كان في أثناء الصلاة والتفت يكون عد الروح والصلاة صحيحة. هل إن كانت مسألة خارجة عن السياق لكن جيد، صلوا على محمد وآل محمد. نكون بذلك أنهينا يعني المذكرة اللي عديناها لصلاة الجماعة، وهذه المذكرة تضم صلاة الجماعة وصلاة الجمعة، وكان الغرض استيفاء أحكام صلاة الجماعة. يبقى صلاة الجمعة إن شاء الله في وقت آخر إذا صارت فرصة إن شاء الله، لأنه إذا بتصير الحين كلام عن الأحكام
أحكام الأسبوع الجاي بيكون عن أحكام الصيام لاستقبال الشهر المبارك. أحسن سماحة الشيخ رحمة الله والديك. إذا في مداخلات شفهية استعدون لإبان مداخلات شفهية. هناك سؤال خصوص كادر الأئمة تبع الحكومة، وكان من نواقض العدالة، فهل إذا توقف الإمام عن هذا الكادر هل تنقض عدالته أبدية مؤبدة أو ترجع عدالته؟ هاي سؤال. السؤال الثاني، إذا هو لم ينسحب، إذا توقف المشروع أو توقف الراتب، هل ترجع عدالته أم لا ترجع؟ وهل تبطل الصلاة السابقة في حال عدم علم المأموم بوجود هذا الإمام في الكادر؟ وليس بالضرورة يكون الانتماء إلى كادر أئمة الجماعة من نواقض العدالة، قد يكون هذا غافل أو موجودة شبهة أو فيما يدعى بأن بعض مراجع التقليد جوزوا عن غفلة، أيضا عن غفلة وعدم معرفة بحقيقة هذا الكادر الذي يراد من خلاله وضع اليد على المسجد وعلى إمام الجماعة وعلى الخطاب الديني، واضح هذا. وأيضا السلطة صرحت بهذا الموضوع في تقرير البندر الثاني، مقارين قسمين تقرير البندر. تقرير البندر الثاني ركز على كادر أئمة الجماعة وأنه كان هناك خطة لوضع اليد على المساجد من خلال كادر أئمة الجماعة. التقرير الثاني ركز على كادر أئمة الجماعة والمجلس العلمائي، شلون احتوائهم، يعني الوقوف في وجه المجلس العلمائي واحتواء العلماء وطلاب العلم من خلال كادر أئمة الجماعة. ولهذا كان سماحة الشيخ الله يطول عمره كان يؤكد على هذا المعنى من قبل، وبعض أئمة الجماعة قال مستفهين بالموضوع ويقولون لا السلطة ما إليها غرض، وإنما إحنا مواطنين وما لنا مصدر دخل، وهذا رأفة بحالنا، يعني رأفة بحالكم، وهذا لأن العاطلين عن العمل اللي وقافية عند وزارة العمل ومسيرات واعتصامات ما شفت، يعني ما حد ليهم انت السلطة على كل حال. فهذا هو كان يعني مشروع خطير جدا، فشل هو المشروع، فشل بهذه الوقفة الصلبة والواعية من قبل كبار العلماء واستجابة الأغلب، وإلا وكانت رواتب مغرية، يعني تعال بس سجل اسمك 500 دينار من 300 دينار قد تصل إلى 700 دينار. يعني المسألة تحتاج إلى كون الإنسان عنده حصانة دينية قوية، يعني قوية. على كل حال فإحنا مو بالضرورة نقول بأن من انتمى إلى هذا الكادر هو فاسق فاجر ساقط العدالة، بس نقول بأنه لا ينبغي بل لا تصح الصلاة خلفه، لأنه انتمى إلى مشروع خطير يراد من خلاله الاستيلاء على المسجد وصلاة الجماعة والخطاب الديني، وهذا شخص مغفل. أقصى ما سوف نقول أنه مغفل أو غافل أو مشتبه، زي المغفل غافل مشتبه نخليه إمام جماعة، ما نقول فاسق، مو بالضرورة فاسق، مو بالضرورة تسقط عدالته إذا كان عنده شبهة. زي وش علاقة خطيب، خطيب معصوم يعني؟ لا ما مو إلى مسألة القضية الآن إمام الجماعة، إمام الجماعة لا مو إلى هذه الدرجة، مو قضية عداوة، يعني هي مسألة حفاظ على أصالة دينية. إذا التفتوا إلى هذا الأمر، طبعاً إحنا نقول إذا كانوا غافلين وعلى أحسن التقادير خلي يكون مشتبه أيضاً لا صلي خلفه. ده مو بالضرورة، مو ما ما ما, ما في داعي أنك أنت تتهمه بالفسق أو سقوط العدالة أو مشاكل ذلك. زين لو تاب أو تراجع خلاص عادت إليه العدالة على التعريفين اللي ذكرناهم، بناء على أن العدالة هي عبارة عن الاستقامة على جادة الشريعة. هو كان يرتكب محرم على أقصى تقدير، تركه وعاد إلى الله، عادت إلى العدالة. لكن بناء على التفسير الأول وهي أن العدالة ملكة، يحتاج يكون فترة زمنية يركد نفسه
وهدبها وطوعها على هذا. مو مسألة أنه يوم واحد، يوم واحد ما يكفي، صلى خمس سنين هو يأخذ هذا الراتب ما يكفي، خله شوي يعني تكون عنده ملكة ترسخ نفسه على الطاعة والالتزام، وبعد يجي مشروع ثاني في عشرة في مبلغ أكثر وطير عقله بعد. حسن سماحة الشيخ، هناك سؤال ثاني، هل يجوز للعرب الصلاة خلف الإيرانيين في حرم الإمام رضا وغيره؟ إذا اجتمعت فيهم شرائط إمام الجماعة ومنها صحة القراءة يجوز، ما في مشكلة. هذا الجواب أجب، هذا السؤال أجبنا عليه سابقا بشكل مفصل أيضا. سيد علي عنده سؤال. عندنا بس 10 دقائق إلى الأسئلة. الشيخ شوي مستعجل. ما حكم الإمام الذي لا يتنفل غالبا، بمعنى نراه يعني بين صلاة الجماعة لا يتنفل، فهل يجوز الصلاة خلفه؟ هي مضمون سؤال. النافلة مو واجبة، يجوز تركها اختيارا، فإذا كان ما يتنفل ترك مستحبا يجوز الصلاة خلفه، إلا أن يكون معتادا بحيث يفهم من عمله الاستخفاف بالنافلة، ما عنده اهتمام إلى درجة الاستخفاف بالنافلة. الإنسان واجب عليه يلتزم بالمستحب، ولكن إذا وصل تركه إلى المستحب إلى درجة فيه استخفاف بهذا المستحب، لا يجوز للإنسان أن يستخف بأحكام الله حتى لو كانت مستحبة. أنت خب لا تلتزم لا تلتزم، بس مو إلى درجة الاستخفاف. وإحنا ذكرنا مثل على قضية الاستخفاف، الحين صلاة في المسجد واجبة ومستحبة خصوصا لجار المسجد، غير مستحبة. لكن واحد عاش وبلغ من العمر 40 سنة و50 سنة و60 سنة وهو جار المسجد، ما طب في هذا المسجد ولا غيره من المساجد مرة واحدة، هذا استخفاف، هذا استهانة، هذا يصل إلى حد الحرمة. أصل ترك المستحب لا يخل بعدالة الإنسان وليس هو محرم، إلا إذا لزم منه الاستخفاف بأحكام الله، فحينئذ لا يجوز. سؤال ثاني، هل لي أن أتم بمن تتوفر فيه شرط الإمام جماعة مع عدم رضاه، يعني الإمام ما يرضى أحد المأمون يصلي، فهل تجوز هذه الصلاة؟ ليس من شروط صحة إمام الجماعة رضا إمام الجماعة أو قصده، يعني لو كان شخص يصلي وهو مجتمع في شروط إمام الجماعة أو صليت أنا خلفه ما يدري وهو ما قصد إمامة الجماعة، لكن أنا قصد كمأموم صلاة الجماعة صحيحة. فإذا صلاة الجماعة تتقوم بقصد المأموم لا تتقوم بقصد الإمام. نعم الإمام لا يكون له ثواب صلاة الجماعة إلا إذا قصد الجماعة. زين السؤال يقول مو راضي، هذا مو حقه يعني يرضى أو ما يرضى، أنا مو تصرف في شيء من خصوصياته يعني التي لا يجوز التصرف فيها، أنا أتم خلفه، هذا ليس يعني تصرفا في حقوقه الشخصية. مداخلة للسيد عقيل. بسم الله الرحمن الرحيم. شيخنا، بالنسبة إلى مكة المكرمة أو المدينة المنورة، أو أنت صرت ويا سنة في موقف وصليت، تعيدها بعدين يعني؟ إذا أديت وظيفتك الشرعية لا ما تعيدها، إذا كان الظرف يقتضي أنك أنت تصلي وياهم ولو لأجل تأليف القلوب يعني استمالتهم، وهذا المعبر عنه بالمدارات، تقية المداراتية، صلاة صحيحة. نعم أغلب الفقهاء ذكروا بأنك تصلي معهم مع الالتزام ب وظيفة المنفرد، يعني تقرأ عن نفسك ولو إخفاته، تقرأ عن نفسك ولو إخفاته، لا إعادة ما تعيد إعادة. بعض الفقهاء قالوا يجوز لك أن تصلي مؤتمن
كما هو عن الإمام الخميني والسيد القائد يجوز الدخول معهم مؤتمن بحسب الأدلة الخاصة، وهذه حالة استثنائية كما أشرنا، وإلا كما ذكرنا في بداية الحديث بأن كون إمام الجماعة إماما بالمعنى الأخص شرط بحسب الأصل، لكن هذه عوارض تعد، فيجوز معها رفع اليد عن هذا الشرط لكن لدليل خاص فهم الفقهاء منه جواز الدخول معهم. تفضل أنتم شيء يا شيخ، مثلا هم يقرون ساعات سور طويلة وانت تقرأ مثلا قل هو الله واحد، أقول وش تسوي؟ انت لك ان تتابعه فيما يقرأ من سورة بقصد القرآنية، لان قراءة القرآن في الصلاة مو بقصد الجزئية جائز، ما في مشكلة ما في مشكلة. زي شيخنا رحت مسجد كما قلت وكان غريب ناس تصلي جماعة بس انت لا تعرفهم ولا تعرفهم شكلهم مؤمنين شكلهم. المسألة تدور مدار الاطمئنان والوثوق، اذا وثقت من خلال صلاة من يصلي خلف امام الجماعة بانه عادل وثقت او اطمئنيت يجوز لك تدخل وياهم وتصلي حتى لو ما تعرفه، مو من شروط امام الجماعة ان تعرفه بالاسم واسم ابوه من اي منطقة وتشوف وجهه، المهم ان تحرز عدالته باي طريق من الطرق المعتبرة ومنها حصول الوثوق ولو من خلال المصلين. حتى المصلين ما تعرفهم بس شكلهم مؤمنين. على كل حال اذا حصل لك الوثوق ولا لان هذا شيء وجداني بعد، انت مو تسالني عن حصل لي لو ما حصل لي، انت شوف نفسك راجع نفسك اطمئنيت لو ما اطمئنيت، ارتحت نفسيا اطمئنت نفسك او لا، بعض الاوقات لا والله ما اطمئنت نفسي ما الك تصلي، ايكم مجهول الحال، مجهول الحال لا تجوز الصلاه خلفه. بس اخر سؤالين ونختم. انا متاكد من عدم عداله الامام، فهل يجب علي اخبار المؤمنين المامومين بذلك؟ لا ما يجب ما يجب إلا إذا كان في تغرير، يعني شخص معروف بالفسق والفجور وفي هتك لصلاة الجماعة. أما لو كان متستر وأنا أعرفه بأنه مو عادل مو واجب علي أخ، بل لا يجوز إذا كان متستر لا يجوز، لأن حين يكون هذا شنو وش يكون؟ قولوا لي له غيبة، هذه غيبة تكون حينئذ. إلا إذا قلنا يحصل يعني ضرر أكثر في نظر الشر، هتك صلاة الجماعة، شخص متهتك، شخص ما يعرفونه بس هو معروف مشتهر، حينئذ لا تلزم الغيبة، يعني فضحه حينئذ لأمر أهم لأمر أهم. أما إذا كان متسترا ما حد يعرفه فمو واجب علي أخبر الآخرين، بل لا يجوز لي إذا لزم من ذلك الغيبة. فقط إذا في مداخلة نختم. آخر سؤال، إمام جماعي حصل على دعوة في القطيف مثلا يعني خارج المسافة الشرعية، هل تكون صلاته أداء أو قصرا؟ ما في فرق بين كون الإنسان بيصلي جماعة أو بيصلي فرادى، إذا قطع مسافة موجبة لقصر الصلاة عليه أن يعني يصلي قصرا حتى لو بيصلي إمام جماعة. وفي مسألة بأنه يعني الأفضل في صلاة الجماعة أن تكون صلاة المأموم والإمام متحدة من حيث القصر والتمام، وأنه يكره صلاة المتم خلف المقصر أو المقصر خلف المتم، هذه المسألة ذكرناها سابقا وقلنا المقصود من الكراهة هنا قلة الثواب، أقلية الثواب، مو المقصود أنه يصلي فرادى أفضل من أن يصلي مؤتما وهو متم خلف مقصر، لا، ولا أنه مقصر خلف متم يكون فرادى أفضل، لا، مو يصلي وهو متم خلف متم أفضل من أن يصلي متم خلف مقصر، ويصلي مقصر خلف مقصر فضلا عن أفضل من أن يصلي مقصر خلف متم. أما أنه يصلي فرادى لا، نقول حتى يصلي وهو متم خلف مقصر أو مقصر خلف متم هذا أفضل. أحسن سماحة الشيخ، نعتذر على عدم تغطية جميع الأسئلة لضيق الوقت، فقط في الأخير نريد صورة جماعية في ختام الدورة. تفضل سماحة الشيخ. وأفلح من صلى على محمد وآل محمد.